بيصير انه انس صار له ساعة ونص قاعد على هالكنباية عم بيصور اشياء مسخرة على التيك توك بصالة مفكر بضحك يا اخي. مشكلته هو في ناس ما عم يفهموا، بعد عم بقرا الكومنتات عم شوف اذا الناس فهمته ولا لا. اخر تيك توك نزلته انت مع انه انت فهمتيه على السريع. ايه لانه شفت كثير ناس عاملينه على التيك توك. تعي تعي كم 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 اوكي تعي 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 وقفي هون وقفي هون. اوكي عندي تحدي لك. اوكي اوكي من واحد لثلاثة رعد، وبعد ثلاثة لازم انت تعطي اكتر وجه بشع انت فيك تعطي. اوكي 3 2 نو استني. اي نو اللي ما فهمه يعني انه هي دائما وشها بشع، يعني انه قلت لها عدي لثلاثة بس هي ما وصلت الرسالة. اوكي يلا يلا تفضل. واو كثير فن هاني. اوكي دخلنا باي. لا توقفي معي. لكم ميلا. ميلا كثير متحمسة لتروح. هاي Are you ready? Yeah. No. No? No. You're not ready? Are you ready? Are we there yet? Okay. Okay, daddy has three shoes. Daddy, yeah. بده ساعة لينقي shoes وبكركب الدنيا. هذول الشوز كلياتهم لازم يكونوا فوق مرتبين مظبطين. يعني عم بتطلع صيت علي. شو رأيك انت ترتبهم؟ اوكي انا رح ارتبهم بس عمول المفروض. انا ما قلت مين المفروض يعملون، انت المفروض هنيك يكونوا. ليش هون طول عمره واحد بيدخل الشوز؟ لا لا طلع عم يدخلهم. شوفي عم يتفعصوا كلهم فوق بعضهم. ليش يا ترى؟ لانه انا اسمع عم يعرف يرجعهم صح. فبيحملني جميلة لانه ما بروح بصلح غلطه. انا رايحة باي. انا وميلا اغراضنا دايما جاهزين مثل العادة، وهلا طالعين وحنعمل لكم الانترو من السيارة بإذن الله لو أنس خلص. اوكي ليتس جو. طلعوا الزحمة اللي عاملينها هون. اوكي جبتي بامبرز زيادة لميلا؟ نو بيكوز بصراحة من وقت ما جبنا البامبرز. اوكي حتضحكوا علي ولكن يوم ما جبنا البامبرز الجديد يبعثوا لنا اياه ما بضطر اياه تبع التقنية الألمانية. ايه لأنه كثير منيح يعني ما بضطر اغير لها كل شوي فلبين بيضلوا ناشف. اوكي خلص أصالة انا كمان ما راح اغير لها. أسأل يعني هو بيغير. قولي والله. والله. اوكي يا جماعة حنترك الخناقة هاي ليوم تاني ولكن هلا بدنا نطلع ننبسط. اوكي باي. مرحبا كيفكم عائلة انس والله ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم اوكي يا جماعه اليوم احنا حسينا بالذنب. ميلا ما عندها غرفه نوم لإلها. ميلا بتنام نفس الغرفه اللي احنا ما عم حاطين لها تخت حاطين لها كل شيء ولكن لهلا ما عندها غرفه نوم وبغض النظر على وين حنعيش. هذا الشيء ما حيأثر عن انه نجيب اوضه نوم لميلا لانه صح عادي صح لانه فينا ناخذها معنا حتى لو رحنا على اي محل بالعالم. اوكي حاطي غرفتك لا غرفتك نو نو غرفتك استنى شوي خليني بس اقول لهم شغله. غرفتي حالك ليش اهم غرفتي؟ اوضتي بستخدمها لانه فيها ميك اب وفيها ستورج وأوضتي هي اللي أنا بيرموني فيها الساعة 5 الصبح لما أضطر أعمل editing وزبط الفيديوهات وهالشغلات هدول. I think أهم أوضتي because هي أهم للتجهيزات. أوكي 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 ما فيني أنقل الميك اب. أوكي 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 شو رأيك نخلي هالخناقة هاي يعني نختار الأغراض الغرفتين بيساعوها وبعدين بنقرر لأنه حنزعل من بعض هلا على الكاميرا. أوكي أوكي مهم سو لأنه كمان الحمد لله فتحوا المحلات معظمهم حنروح ناخدكم معنا على كذا محل ونخليكم كمان تنقوا معنا لأنه طبعا انتوا بصراحة لو بتفكروا فيها استنى شوي لو بتفكروا انتوا تقريبا نقيتوا عفشنا نقيتوا بيتنا يا استنى عم فكر شكرا نقيتوا كتير اشياء حتى نقوا السيارة نقيتوا السيارة انا مبارح كنت عم فكر انه تقريبا كل حياتنا كل شيء بحياتنا انتوا الحمد لله عائلتنا كيف الواحد لما يسأل عائلته شو رأيك ماما شو فانتوا هيك. اوكي فجماعة من الاخر ركزوا كتير اليوم لانه رأيكم حيكون كتير كتير مهم في هالموضوع. اوكي سو هلا احنا انا الصف الحمد لله بنص الشارع والناس سوء وانا عم بحكي احسن ولا لا؟ شغله بدك بالفيديو الماضي يا جماعه ضليتوا تحكوا عن مين هالانسان اللي واقفه معكم لابسه بينك بالفيديو كلياته مين عم يا جماعه امي 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 بس ما بتحب تتصور امي
اوكي فكرت كل حتعرفوا لانه كتير واضحة يعني انتي اللي هي امو لأنس من البداية هي ما كتير يعني ما عندها اي مانع تتصور ولكن ما بتحب لما الواحد يركز كتير فهي كل ما نحن نرفع الكاميرا هي بتروح لورا وبتقعد ورا عادي الناس صاروا ايه ام انس قاعده لحالها وفي ناس اصلا ما عرفوا هي مين وانا قايل لها بالفيديو كذا مره انه ماما شايفه ماما شو رايك ماما شو عامله ماما لك الماي اوكي جماعه فاللي كان معنا بالفيديو الماضي هي كانت الوالده العزيزه حبيبه قلبي تحياتي لك يا احلى ام بالعالم السبب انه هي كانت دائما ورا لانه كل ما نحن نرفع الكاميرا هي بتروح تتخبى ورا لما تشيل الكاميرا بترجع بتقعد معنا وبنلعب اوكي والشغله الاخيره نحن عارف انه وعدناكم بموضوع المفاجاه اوكي سو في كثير منكم عم تسالوا شو المفاجاه وعدتونا على المفاجاه ولكن بس حابه اقول لكم انه في كثير اشياء هلا عم تحصل بحياتنا yes. اوكي ما حقول هلا ولكن كل شيء بوقته حلو سو حتعرفوا عن قريب بس كثير شغله كثير يعني بصراحه yes. شغلات حت اوكي خلص المهم كل شيء بوقته حلو فاصبروا شوي حنقول لكم قريبا وكثير كثير حتنبسطوا وبخبر واثنين وثلاثة واربعة فيني بس قلكم انه هذا الشيء انا كنت عم بستناه من زمان يصير وهذا الشيء انا كنت عم بستناه من زمان كمان اوكي كفو يلا اوكي اذا انتوا جداد على هالقناة اذا انتوا جداد على هالقناة اوكي الشمس ضربت لي عيني لا تنسوا تعملوا سبسكرايب عشان عائلتنا تكبر وكمان تضيفونا على الانستغرام على سناب شات وبس هلا صار فينا نقول هيا بنا ليتس جو بوب 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 اوكي ميلا كثير بعيده ف اوكي اول وقفه نجي نجوب اخويا اسامه قال لي انه جاهز المفروض اسامه ما هذا عم يغني عم يغني انا جاهز ولا مو جاهز يلا جاهز اقنعتني طلع ماما شو جابت لميلا كمامات واو بوم 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 واو ب 2020 صرنا نهدي اولادنا كمامات لا لا على طقم مصدومة بجد ومش بنطق ولا عارف ارد مصدومة عشان شكله بهت ماما اجت عطتنا كمامات زيادة وشغلات ممنوع للحركة وانا كمان سرقت تبع ميلا في وحدة تانية اوه على فكرة بلحظة شغلة كل ما نخبي شوي من وجهك كل ما تحلوي انت انا عندي وحدة لك هيك سو هلا وصلنا ايكيا وانس بس عم بجيب التليفون اول ما دخلنا طلع شو لقينا هاي ميمي يا سلام أسامة عطس هلا لا اوكي يا جماعه وقف هيك ولا يعني سعلت حالي عاديا ولا شيء بهي والله في ثلاثه حواليك كل واحد والله ما عم بمزح فاذا بدك تخلصوا من اي حدا هلا على فكره بهالوقت العطسه جد كحه يا زلمه والله كانه فكره شو الشغله اللي فيك تقارنها بالكحه بالعطسه قبل سنه لما ريحتك تطلع لا حتى اسوء انت لا انت بتفكر ريحة العالم مثل ريحتك مطبخ ابيض هيك ولا مطبخ بني؟ بصراحة أنا بحب أوكي لا الأبيض لسه لا بصراحة هذا بجنن لك شو بحب الذهبي مع الأبيض لا بقلك تخيل هيك نعمل لك طلع فيديو طبخ منه مرحبا كيفكم عادة اتصال الناس كلهم هلا عم يطلعوا علي ويا المحل كله هلا عم بالذات إذا البيت ما فيه كثير إضاءة لما عندكم كيتشن ابيض بيعمل جو حلو وطاقه ايجابيه يا ولد لا على فكره انت هيك بتخيل قديش منظرك طالع حلو من ورا والله العظيم اقسم بالله واو اشتهيت اجري وطلع الضوء اشتهيتي شو اشتهيت اجري حبيبتي سؤالك للصبايا هل بحياتكم تشتهوا تجلوا على فكره اصاله جد والله تشتهي تجلي اذا عندك هيك فيو الواحد بيصير ما عنده اهتمام والله العظيم ما بعرف نحن يمكن الشباب عندنا شيء مستحيل تلاقوا شاب اوكي يمكن تلاقوا واحد بكل 1000 انه نحب الجلي ولا نحب أسامة هل انت عندك استعداد انك انت تجلي اذا كان عندك فيو حلو قدام الجلي لا طبعا هاي بيبي اكلتي كاندي عيب مين معلمك هالحركة قلت لك لا تعمليها قدامها انا عملت الحركة اللي انت دائما بتعملها شو هي تحشي ايشك بتنخر كوسايت انفك كوسايت انفي ما بعملها انا جايين نجيب اوضه لميلا ولا جاي يلا يلا يا جماعه أسامة قاعد عم يعمل فلوج وصرنا نقرا هدول كلياتهم تخيلوا مشان أسامة يعمل نكتة شو لقيتي؟ ما بعرف ليه بس فجأة لقيت حالي واقفة هون
بس ما عاملين يمكن شي 10 خناقه ثاني جيب له 9 انت حتنزله انت صحيح بعد هذا بس تخلصوا هذا تعال عندي كفو قطعوا هذا هلا يا حق بلوك هلا حشيل هالمقطع اكسر راسك وهلا داخلين على قسم الاطفال طلع شو العيله 1 2 3 4 5 يلا اكلفي وعتي على الارض الله يا انس الله الله يا جماعه يعيش هذا المخلوق هي عملتها غلط اصاله اصاله كانت تطلع 1 2 3 4 5 او ماي جاد لازم تلف يا شو طفولتكم انت شكلك طفولتك على الانترنت يب حيحرقوا هاي بعد ما انت عملتها حيحرقوها لسه كيف كان وزني فيها سأل الجمهور على فكره انا هلا نازل 3 كيلو ونص اوكي لا كنت 3 باوند المره الماضيه صاروا 5 باوند يعني تقريبا 3 كيلو وشوي نازل 3 كيلو والله العظيم والله والله كف معنا من بين عم بنسى والله حرام على فكره انا والله شغال والله شغال كثير اوكي سو هدول تفوت ولكن مو هدول اوكي صحيح احنا بدنا تفوت ولا بدنا اللي لهم ايه سو هلا كنت حشرح لهم انه هدول لسه ميلا صغيره عليهم لانه ميل بالعمر انه ما بتضل نو مو بس كمان بتضل يعني بتقوم ما بدي اياها تقوم بدك تربطيها بدك شيء اربطها بالتخت مو اربطها بس انه شيء يعني تخليها وصلك هل شو رايت الابهات هذول قاعدين عم يربطوا بناتهم تعي بابا ربطي اعطيهم خيارات عشان يختاروا معنا بدنا نعمل لها غرفه كامله على فكره احنا مو بس بدنا نحط لها تخت بنص الغرفه حبيت هذا لكن ما لقيت خيارات كثير وطلع هون كمان الالعاب فينا نختار حلوة. او طلع حتى هون في تخت تاني او برافو او هاي في نعلق لتيابه سو خليهم يختاروا اعطيهم ثلاث خيارات اوكي شو رايكم هلا بصراحه شفت هاد كمان هاد طلع بس طلع هاد له دروج من تحت طلعي معنا يا او طلع شو لقينا انا اسامه هذا كمان لونه فضي اوكي سو هلا اي واحد نختار الابيض ولا الفضي او في من تحت شو اسمه دراج هاي مشان لما احفظ لك ما لازم يعرفوا العالم اللي بتحفظ العالم ما لازم يعرفوا اصلا كل العالم بيعرفوا قلت له لا هنا بيعرفوا شافوك انت عم تتحفظ ليكو شو لقينا اوكي بصراحة طول حياتي قلت انه بدي اجيب واحدة من هدول ولكن اوكي هلا طلعنا من ايكيا ما بصراحة ما كتير شفنا كل الاغراض اللي ميلا بدأ اياها هون بصراحة في شغل لازم يكون حاسة لسه بدي اعمل بحث على اشياء اكثر لكن هذا مو معناه انه ما بدنا رايكم انه اذا شفتوا شيء صور ولا شيء هيك شيء حلو انه يلبق اكثر للاوضه اذا في تصميمات حلوه شفتوها على الانترنت ابعثوا لنا اياها على الانستغرام على سناب شات لغرف اطفال شغلات حلوه للاطفال لانه بدنا نعملها باذن الله لمينا هلا اجينا عند بيت انتي وجوعانين بالذات انس لو تشوفوا وشه ما له شايف قدامه اموت اكل هون تخيلي اليوم بس كلياته اكل لهلا 700 كالوري غلط هذا بحجمك مفروض باليوم 2000 على الاقل 400 يا مهم انا جوعانه كثير انس حياكل ما حيستنى حدا طلع طلع لكم اكلوا ما شاء الله مشروع سندويشة خس احنا اكلنا مطول اوكي سو هلا وصل الاكل اللي انا ما راح اقدر اكله طلعوا اوه هذا الشرم هاي البطاطا هاي الرز ما شاء الله يا عيني واو انا الشيء الوحيد اللي بقدر اكله طالع اماني انا اكلت ولا لقمه انا تفاجأت انا اسمع اكل ولا لقمه ولا حبه وهلا صرنا على الباب اوكي ميمي قولي باي تيتي باي تيتي باي حبيبتي باي تيتي يا روحي قولي اي لاف يو تيتي اي لاف يو تيتي باي يلا باي مع السلامه بابا باي 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 اوكي خلص علق الجهاز باي اوكي هلا رجعنا على البيت تعبانه بصراحه هاي كل الاغراض هون طولنا كثير عن بيت انتي لدرجه فكت الاغراض خربت انبسطنا هنيك ها يا بس تقلنا بالاكل اي نو انا ما تقلت والله يا جماعه ولا لقمه حتى صغيره ما اكلت لا تنسوا تبعتوا لنا التخوت الفكره الفكرات حلو حلو لا تنسوا تبعتوا لنا افكار صور شغلات ممكن تتخيلوها هيك لغرفه ميلا نعمل غرفه ميلا كلياتنا مع بعض وبس اذا عم تعجبكم الفيديوهات لا تنسوا تعملوا لايك وبس خلص صار فيني اقول مني ومن البراد لبايخ ومن ميلا هلا صار فينا نقول تصبحوا على خير I love you, I love you, I love you, I love you. My face. My face. Hello, bye.